وجود أندية عندها مشاركات خارجية، وجود أندية أيضا لديها لاعبين على مستوى المنتخب، لكن هذه محاولة تدرج ولا أروع، ولقطة وهدف وهدف. الله الله الله، الهدف الأول يأتي كما كنا نتوقع، كما كنا نتوقع أنه من البرازيلي الخطير موراتو. لم يسجل بنفسه لكنه كان مؤثرا مؤثرا، وبلقطة وبمرور بمهارة عالية وتحضير، لكن المدافع بالخطأ، المدافع بالخطأ وضع الكرة في مرمى فريقه، وسعادة في مدرج العنابي، سعادة مستحقة والإعادة لكرة هل تجاوزت الخط أم لا. أعتقد أن الهدف سليم، أعتقد أن الهدف سليم، لكن ممكن إعادة ثانية، إعادة ثانية. إي والله سليم، إي والله سليم. روبسون دي باولا البرازيلي يسجل أول أهداف، أول أهداف الجندل، لكنها في مرماه، وهذه إعادة للقطة سابقة. يطالب من خلالها لاعب الجندل بخطأ لمصلحة سفيان المودن. لكن إدارة الشوط الأول ما كان في أشياء مؤثرة أو قرارات مؤثرة، ربما كثرة البطاقات الصفراء كانت هي الأمر اللي كان عليه علامة استفهام من جانب لاعبي الجندل. هذه محاولة رأسية وهدف أول يأتي من غاريتي، بول أرلود غاريتي الفرنسي يسجل في أول ظهور له بالقميص الفيصلاوي، وأول تجربة له على مستوى ملاعب كرة القدم السعودية. يظهر برأسية رائعة وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس البرازيلي توني باتيستا، وسجل الهدف الأول لمصلحة، أو الهدف الأول له شخصيا، والهدف الثاني للفيصلي. أول أهداف الفيصلي، لأن الهدف الأول سجل عن طريق الدفاع بالخطأ، لكن هذا أول لاعب من جانب لاعب الفيصلي يسجل هدفا لمصلحة الفيصلي برأسية رائعة بعد عرضية من الخبير، الخبير العمري حط الكرة على رأس غاريتي، وغاريتي حولها بالزاوية البعيدة. فرحة من الفرنسي من أصول، وهي الأهداف، وحتى الآن أقرب للنقاط الثلاث. وهذه لقطة عند عبد الله الدوسري، تمريرة الرد، روعة 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 روعة، مزيكا مزيكا فيصلاوية عنابي اسدير. في الشوط الثاني غير، في الشوط الثاني مختلف، هذا العنابي ساحر، هذا العنابي بهدفين جاءت في خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وهذه المرة بطريقة مختلفة، هذه المرة بالطريقة اللي حبها السريع والرائع والذكي عبد الله الدوسري بالاختراق من العمق، وتمريرة الرد جاءت من أيضا لاعب لا يقل إمكانيات ولا يقل دهاء وحرفنة، البرازيلي موراتو يكون ثنائية رائعة مع الرائع عبد الله الدوسري، وياتي الهدف الثالث الفيصلاوي، الهدف الفيصلاوي الثالث. صارت ثلاثة مقابل لا شيء. الفيصلي يبدا شوط ثاني رائع جدا،